مرحبا بهذا المقطع من البرلمان. ذكرت انه مكان مهم لازم تزوره في اوتاوا. اللي هو انفورميشن كابيتال سنتر، هذا راح يعطيك معلومات عن كل شيء ممكن تسويه في اوتاوا. اذا انت جاي جديد جس مقابل البرلمان في الشارع، تقدر تحجز فيه التذاكر تبعت البرلمان، وتقدر تأخذ معلومات عن كل شيء ممكن تسويه في أوتاوا. أعطيكم بونس لهذا الفيديو، بونس مهم اللي هو هذا الشخص. هذا الشخص اسمه تيري فوكس، لازم تيجي تصور معه. هذا الإنسان عملاق، قدم للكانسر بيشنت حياته. زي ما انتم شايفين رجله حديدية، نقصت رجله بسبب مرض الكانسر، وقرر انه يركض من اقصى شرق كندا الى غربها لتجميع اموال من اجل مرض الكانسر. للاسف ما قدر يكمل التور، لكنه من حوالي 32 سنة بعد وفاته بيسوي كل سنة تور وبجمعوا فيه فلوس من اجل الكانسر. وهذا انسان عمل inspirational things لكل العالم، مش بس لكانسر بيشنت في كندا. صراحة تيري فوكس يعني هو من اشهر الكنديين اللي ممكن في الحياة كلها تحكي عنهم. تيري فوكس. أعجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت.